Ammar TV. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil nabail 'adzim alladzihum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Amar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang ingin mensupport dakwah Amar TV, silahkan berbelanja di Amar TV Store atau silahkan langsung berdonasi melalui rekening di bawah ini. Oke, jazakumullahu khairan. Khalaqal insan.